تمام صراحة ما جت لي هذه. قديش لها يعني؟ أكثر من شهرين. تفضل يا أخي. في الطعام يا وال. يشيلها عينين مسكين. طب اسمع بدنا نطولها ونحطها بكرتونة. طب بدها لز تجيب ونطولها. اه؟ لز تجيب انا بطلع لا لا استنى شوي نطلع على الهوض لحظة. في طريق صبرك انت؟ نحطها بكرتونة يا. لز تجيب. ايه؟ وكات كرتونة كبيرة. الكرتون هيك وين شربت شربت اطلع اطلع فوق جيب هاي شردة اطلع هاي شردة فوق اطلع خذ الكرتون يحطها فيها بس جيبها شوف بس صغيرة عمية هاتها عمية عمية بتشوفش امسكها من دنبها قلت هاي 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 رحت لها جماعة هاي 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 طب اسمع الكرتون مسكرة في الشيء ليش هاي تموت من الكرتون هالكرتون مسكرة يا سيد الكرتون الكبير يا جماعة طلعت سك في الجيب وين هات واحدة مسكرة من غير أيوة هات 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 ولا مين بده يطول يا حبيبي فوت قصير هات حرام هاي يا زلمة عمية سنة 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 بينها عمية عمية مسكينة هات هات كرتونة بينات عنيها عمية عنو رميها فوق هات كرتونة مسكرة عمية بتشوف شو واحد رميها فوق هات هات كرتونة يا جماعة مسكين هات يا زلمة مسكرة هاي امسك امسك وين راح امسك مكان كمل نحطها وعيدة شكلب وعيدة خلص جاد لا يا زلمة مسكرة جيت اول شغله بدنا نعمله مع القطه هاي بعد ما جبناها بدنا نحطها بالقفص رشها دواء برغوت بكره بجيب لها دواء لل ايفوميك للجلد واذا معها التهاب بعطيها دواء التهاب بعدين بشوف حدا يتبناها اذا في حدا يتبناها ياخذها عندي حرام سوى شغله حرام شايف مسكين عينيها فيش لها عينين بتاتا اعطيني تبع الالتهاب الابيض هذا البودره شطوره انت اعطيني تبع الالتهاب الابيض بسرعه شاطره شاطره هذا بودره تبع التهاب بنسلين لانه هان عندها شايف مسكينه في التهاب وفيش لها عينين بتاتا وملتهبه هاي البره هذا بيعمل الالتهاب بيساعدها يروح الالتهاب
خصوصي الله العنين. أخذ ثلاث مرات لازم اليوم. شنو؟ وش الدواء مربوط؟ خفيف. لا لا تخافيش تخافيش. تخافيش. شطورة شطورة. مسكينة. جيب نحط لها أكل. وما. لا تخافيش. شطورة شطورة. جيب اكل من الركاب. خفيش خفيش. تعال شايف اذا في حدا بده يتبناها تبنى، اذا فيش حدا بدي اشوف شو بدي اعمل فيها. مويه